السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام في قناتكم قناة إكراك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. ما زالت فكرة البريكس تطرح للجزائريين أعزائي المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعي وتعود للواجهة مجددا بين مؤيدين ومعارضين لانضمام الجزائر لهذه المنظمة التي تضم الدول لها اقتصادات قوية جدا وتصنف من بين أقوى المنظمات الاقتصادية في العالم بعد منظمة الدول السبع التي تضم إيطاليا وألمانيا واليابان والعديد من الدول. هذه منظمة البريكس تضم الصين والبرازيل والهند وروسيا وكثير من الدول الأخرى. الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح على مجموعة البريكس ضم الجزائر كعضو جديد لسنة القادمة لسنة 2025، لأنه من بين جميع المترشحين الجزائر هي الأكثر أحقية للانضمام لهذه المنظمة أو هذه المجموعة نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم جدا والجغرافي الممتاز وتحسن نمو اقتصادها بنسبة 3.5% في سنة 2024 وأيضا خلال السنوات الأخيرة الماضية، بالإضافة أنها تمتلك أراضي شاسعة ويمكن استغلالها في العديد من المشاريع مثل الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أو يمكن استغلالها في المجال الفلاحي والزراعي نظرا لأن الجزائر تمتلك أكبر مساحة للمياه الجوفية في العالم. وكما تشاهدون هذه الخريطة التي توضح أكبر مياه جوفية في العالم التي تتواجد تحت الأراضي الجزائرية في الصحراء، فكل هذه الأمور تجعل الدول المؤسسة للبريكس تفكر جديا في ضم الجزائر للمجموعة. وبعد قليل سنعرف متابعينا الكرام ما قاله بوتين حول انضمام الجزائر لمنظمة البريكس في المرحلة القادمة. أيضا الجيش الوطني الشعبي الجزائري يزيد من إنفاقه العسكري في سنة 2025. حسب المعلومات تقول بأن الجيش الجزائري مستعد لعملية بناء مصانع للأسلحة المتطورة وجديدة، والجيش الجزائري الآن بدأ يتخلى عن فكرة استيراد الأسلحة ويقلل من الاعتماد على استيراد الأسلحة، لأن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت أمور مهمة جدا أن الجزائر كانت معتمدة بشكل كبير على استيراد الأسلحة من دول أخرى، وهذه الاستراتيجية خاطئة كان ينتهجها الجيش الوطني، والجيش يتدارك الخطأ والآن يقوم بتشجيع على تصنيع الأسلحة محليا مثل المدرعات والشاحنات والبنادق القنص والرشاشات وحتى المسيرات أو الطائرات بدون طيار. كل هذه الأسلحة ينوي الجيش الوطني الشعبي الجزائري تصنيع مصانع كبيرة جدا لتصنيعها محليا في الجزائر. أيضا سنتكلم عن التوترات الواقعة في الشرق الأوسط، هنالك حرب جديدة قد تندلع في أي لحظة بين مصر وإثيوبيا، أو على الأقل ستندلع حرب بالوكالة بين الطرفين، لأن كما نعلم مصر وإثيوبيا تشهد العلاقات بينهما توترات كبيرة جدا بدأت من بداية من ملف سد النهضة. وسياسة إثيوبيا معروفة أنها تدعم إسرائيل، وبالمثل إسرائيل تدعم إثيوبيا. هنالك طرف ثالث وهي دولة الصومال، وهذه هي الخريطة توضح النزاع والموقع الصومال وإثيوبيا على الخريطة. وكما كشفتكم في الأيام السابقة أن مصر تم تصوير فيديوهات لطائرة مصرية للشحن العسكري وهي تحط في مطار مقديشو الصومال وتنزل أسلحة ثقيلة جدا تدعم فيها الجيش الصومالي من أجل التصدي لغزو محتمل من قبل إثيوبيين. هذا الأمر لم يعجب الإثيوبيين لأن إثيوبيا لديها عداوة كبيرة جدا مع الصومال. إثيوبيا الآن تريد الوصول إلى البحر الأحمر كما تشاهدون في الخريطة، ولكن مصر تعارض تماما هذه الفكرة، ومصر تريد أن تبقى الصومال هي من تسيطر على المنطقة وهي من تطل على البحر الأحمر. وبعد قليل سأكشف لكم تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع. كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم هذا. قبل أن نفعل ذلك من فضلكم تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. دعونا متابعينا الكرام نبدأ بالخبر الأبرز والأكثر أهمية لنهارنا لهذا اليوم، وهو فكرة انضمام الجزائر لمنظمة البريكس. وكما تشاهدون ما تقول هذه إحدى الصفحات الجزائرية حول هذا الموضوع، تقول: السلام عليكم، جمعة مباركة. بعد انتقال رئاسة البريكس إلى روسيا، بوتين
يطرح فكرة استمالة الجزائر مجددا لانضمامها إلى مجموعة البريكس، مع أنه يعلم أن الجزائر كانت قد صرفت النظر على فكرة الانضمام بعدما تورطت الهند والحمارات في إبعادها في سنة 2023. أنا على يقين بأن الجزائر لن تتراجع عن موقفها، فما رأيكم متابعين الكرام؟ أنتم اكتبوا لي رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع، هل ترون بأن الجزائر ستتراجع عن موقفها أم أنها ستقبل دعوة بوتين للانضمام إلى مجموعة البريكس وتقبل بالانضمام في سنة 2025؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات حول هذا الموضوع المهم جدا. أما في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك المترشح الحر عبد المجيد تبون يختزل شعار الجمهورية الجزائرية العظيمة من الشعب وإلى الشعب في كلمة. تبون مخاطبا أعيان جانيت الحدودية مع النيجر وليبيا يقول: الكثير منكم استقبلتهم في منزلي العائلي، دلالة على مكانة أبنائي الجنوب الجزائري، خط دفاعي الأول عن الجزائر، كما ستسمعون ما سيقول الرئيس حول هذا الموضوع. ما هي المحبة والمودة الخالصة والخاصة اللي يمكنها لهذه المنطقة هذه؟ وكثير منكم استقبلتهم في داري، وكثير منكم نعرفهم. منطقة غالية على الجزائر بصفة عامة وغالية علي أنا أكثر. الظروف اللي جيت فيها هذه الانتخابات ما هيش ظروف اللي نوعد فيها مشاريع ونوعد فيها كذا، لأن تطلب زيارة أخرى إن شاء الله لنتكلم فيها على التنمية ونتكلم فيها على. أما بخصوص التطورات والتوترات التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط وتحديدا توترات بين إثيوبيا ومصر، كما ترون ما يقول هذا الخبر اللي نشره ميليتري ديزاد، يقول مصر، يقولون المصريون خبراء سياسيين واستراتيجيين ومتابعين يدعون صناع القرار في القاهرة الاعتراف بشكل رسمي بالصحراء الغربية وفتح سفارة للصحراويين لديهم ردا على غدر نظام المخزن في المغرب الأقصى واستقباله مسؤولين عسكريين رافعي المستوى من إثيوبيا في توقيت حساس يحمل رسائل عدائية. يعني كما كشفتكم البارح متابعين الكرام أن الوفد المغربي استقبل وفدا عسكريا إثيوبيا، وكما تعلمون في هذه الأيام التوترات تتصاعد بين إثيوبيا ومصر. وبخصوص هذه الخطوة، مصر قد تتخذ خطوة جريئة وردا على استفزازات المغرب، ومن الممكن أن مصر ستدعم استقلالية الصحراء الغربية وتقوم بتعيين سفير لها في الصحراء الغربية ردا على الهجوم المغربي الغير المبرر. بخصوص الجيش الوطني الشعبي الجزائري متابعينا الكرام، هنالك أخبار جديدة تقول بأن أرقام رسمية اطلعت عليها ميليتري ديزاد تشير إلى رفع ميزانية الدفاع الجيش الجزائري لعام 2025 إلى نحو 25 مليار دولار بالمقارنة مع العام الحالي، والمقدرة ب 21.6 مليار دولار. يعني العام الحالي 2024 ألفقت الحكومة الجزائرية 21.6 مليار دولار على ميزانية الجيش، ورفع ميزانية الجزائر العامة من 114 مليار دولار إلى أزيد من 130 مليار دولار. حسب الأخبار متابعينا الكرام، تقول بأن الجيش الوطني الشعبي مستعد لإنشاء مصانع لصناعة الأسلحة بنفسه، ولن يعتمد على استيراد الأسلحة من الدول الخارجية والأجنبية. سيقوم الجيش الوطني الشعبي الجزائري بتصنيع الشاحنات والمدرعات محليا بنسبة 100% وبأيادي جزائرية بعيدا عن الاعتماد عن الأيادي الخارجية. فما رأيكم متابعين الكرام في هذا الخبر؟ أما في خبر آخر متابعين الكرام، هنالك شاب جزائري يوجه رسالة مهمة جدا للرئيس عبد المجيد تبون، يقول له: لماذا لم تزر مدن جزائرية مثل مراكش؟ لقد قصرت في هذا الأمر، كما ستشاهدون وتسمعون ما يقول هذا الشاب للرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. السلام عليكم، نداء هذا السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. في الحملة الانتخابية نتاعك راك زرت عدة ولايات، وكما نعرفوا الوقت ما يكفيكش باش تزور كاع ولايات الوطن، ولكن راه كاين واحد الولايات مهمشين من قديم الزمان ما كانش رئيس زارهم ولو جبرا بخاطرهم. على سبيل المثال هذه الولايات راه كاين ولاية مراكش، ولاية طنجة، الدار البيضاء، فاس، راه عندهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، راه ملي نوضوا مساكين وما دايرين دي لايف يهضروا على الجزائر، تبون، شنقريحة. يعني لو كان تتكرم كما احنا معروف علينا الجود والكرم ودير لهم حملة انتخابية تخليهم يعيشوا الأجواء هذه تاع الانتخابات اللي جامي يعيشوها وجامي يعيشوها، باسكو هما عندهم غير صنم واحد يعبدوه ويخلي لهم النقلة غير هو ويتعاود. كما نقولوا بالعامية تاعنا حنا تقلع لهم الشحنة، كما طفل صغير هكا تقلع له الشحنة. نظم لهم حملة انتخابية ودير لهم خطاب احكي لهم فيه على المشاريع التنموية تاع بلادهم، على سبيل المثال مشروع استيراد النفايات من أوروبا، احكي لهم على وزيرة الدفاع الإسبانية اللي زارت مؤخرا سبتة ومليليا، احكي لهم على حادثة لامارين الإسبانية اللي وقعت هذا الأسبوع هذا.
يعني جبرا بخاطرهم باسكو راهم هابلين كما نقولوا بالعاميه تاعنا غلم بلا راعي. وما حشاها لهم الملك قال لهم راني في القمر ضربوا عليه ما صابوش وراه يدير مساج في الكابون. نعجبتني غير تقليعه تاع الفيديو سيدي الرئيس وجماعه الاخرار حسبوني كاع منهم مشاو يديروا جام. غير خلي الجام تاعك عندك عسكريه غير بالحق اتحيا البارود. أعزائي المشاهدين هنالك بنغرين كثير من الجزائريين يصفونه بالمهرج وبالفعل انتشرت عنه فيديوهات كثيرة كما تشاهدون في هذا الفيديو. بنغرين يلعب مع الأطفال في الأرجوحة فهذا الفيديو يبرهن على أن بنغرين بالفعل مهرج. يعني خرج في فيديو قال لك صلحنا قاضينو. هذا التشويه غير مسبق لرئيس الجمهورية وتصريح مباشر أمام الشعب أنها قضية مصالح شركات ومقاعد في البرلمان كما تشاهدون ما سيقوله بنغرينا. والله لا حكمة كبيرة والله هايو على الأقل القزانات اليوم اليوم على الأقل القزانات اليوم يلقاو واش يديروا ولا هاي قزانات قزانات لندن وباريس اليوم يلقاو حكمة. خلي فارغين شغلهم يكتبوا على روح حنا صلاحنا قاضينو بشر حنا صلاح نتاعنا قاضينو وهما خلي يعلقوا على روح. أيضا متابعين الكرام هنالك خرجة أخرى لبنغرينا على المهرج. بنغرينا يقول لمواطن جزائري مغترب بسويسرا أنا نقول لك باللي 3 ملايين شهرية في الجزائر خير من 5000 أورو في سويسرا. يعني تصريح في غاية الغرابة. أنا شخصيا لم أقتنع بتصريح بنغرينا يقول لك يعني زعما بأنه أنت كراك عايش في الجزائر كي تعيش ب 3 ملايين خير من لإنسان عايش في سويسرا ب 5000 يورو. يعني التصريح غريب جدا ولا يدخل العقل ولا يدخل المنطق كما ستشاهدون في هذا الفيديو. انا ما عايش انا عايش في لندن راني ما نفكرش راني نروح على المدينه راهم يخدموا ويخلصوا ويخلصوا على خاطر صحتهم ياكلوا غير هذيك كانجور بعد يولي يتسلفوا ويدوا في الكريم. وين عايش؟ انا عايش هنا في مدينة. لا وين عايش في الخارج؟ في الخارج عايش في لاسويس لاسويس شحال يخلصوا في الخارج؟ 3500 شحال تسلك الكريم؟ لا مانيش نهضر عليا انا ما تفهمش شحال تسلك الكريم في سويسرا؟ انا خلص 1000 في سويسرا 2500 شحال تخلص شحال تخلص اسيرونس اسيرونس على الدار وتعمل الموضوع كاع ايه شحال تخلص؟ نخلص الموضوع ولا تعمل الدار 40 40 40 1700 درهم. لا لا انا نهضر لك ما نهضرش على سويسرا ما نهضرش عليها. لا لا انا راسي خوتي والله ما راهم يخدموا في سويسرا راك لا من لاحق انا 40 عام ونعرف شحال ونعرف شحال الغاز في سويسرا ونعرف شحال الكريسيتي في سويسرا ونعرف ماهيش ما تلحقش 3500 في سويسرا. لا لا 3 ملايين في الجزائر هنا خير من 5000 في سويسرا. لا عندي خوتي خسروا 4 ملايين مليح. ليس لك 3 ملايين انا مانيش نقول لك ليس لك 3 ملايين مليح قلت لك ليس لك 3 ملايين و4 ملايين في الجزائر خير من ليس لك 5000 في سويسرا. خذها يقين ونحسبها انا وياك لاسيرونس تاعك الطب تاعك الغاز تاعك التريسيتي تاعك النقل تاعك ما يساويش كاع واش لنا في الجزائر. واش غادي نديروا حاجه مليحه. اما في خبر اخر متابعينا الكرام وكما تشاهدون في هذا الفيديو مع بدء العد العكسي لرئاسه سلوفينيا مجلس الامن الجزائر وسلوفينيا تحددان دعمهما للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية في إطار احترام مبدئي حق الشعوب في تقرير مصيرها، لا سيما وأن هذا المبدأ الجوهري يحظى بمكانة تاريخية خاصة لدى كل من الجزائر وسلوفينيا على حد سواء. يقول أحمد عطاف فإننا نتطلع بكل ثقة إلى الرئاسة السلوفينية بمجلس الأمن الشهر المقبل وكلنا يقين بأنها ستكون رئاسة متميزة بأنها ستترك بصمة فريدة ومتفردة في أشغال المجلس وستدعمها الجزائر بكل قوة مضيفا أن نجاح سلوفينيا هو نجاح للجزائر ونجاح لأنصار الحق والشرعية وللتوقيت إلى العدالة والإنصاف وللمتمسكين بشرعية ومشروعية ما تقره المنظومة الدولية. أعزائي المشاهدين في الجنوب الجزائري الكبير مناظر طبيعية خلابة جدا وهذه المرة نأخذكم في رحلة إلى جانيت بحيرة إهرير بعد الأمطار الموسمية تتحول إلى مزار سياحي للاستجمام وتعلم السباحة كما تشاهدون في هذا الفيديو. في النبدات
أما في خبر آخر متابعي الكرام، هنالك المعلق الجزائري على قناة بي إن سبورتس القطرية حفيظ الدراجي ينشر فيديو كما تشاهدون، هذا هو الفيديو الذي نشره حفيظ الدراجي. ماذا يقول؟ يقول فيديو يصف نظام الدوري الأبطال أوروبا الجديد المعقد والغريب. عدد فرق البطولة 36 فريقا وليس 32. البطولة بالنظام الدوري وليس نظام المجموعات. يقول أيضا كل فريق يلعب ضد 8 فرق مختلفة تم تحديدها في قرعة البارحة. كل فريق يلعب 4 مباريات على ملعبه و4 مباريات خارج ملعبه. كل فريق يلعب ضد فريقين من كل تصنيف يتأهل إلى الدور الثامن النهائي. أول 8 فرق في جدول الدوري، الفرق من المركز التاسع إلى 24 يلعبون ضد بعض مباراة إقصائية ذهابا وإيابا لتحديد الثمانية المتأهلين الآخرين إلى الثمن النهائي. يعني بالفعل متابعين الكرام، السيستم تاع دوري أبطال أوروبا معقد بشكل كبير في هذه السنة، يعني غير القوانين، فهذا الأمر معقد جدا بحسب المحللين الرياضيين يقولون بأن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا فوضوي وغير منظم.